وهسا نبتدي بالجولة الثانية اللي هو نبتدي بالسؤال الثاني مع عائلة بابان أخت أوفي تفضلي ومع عائلة الراوي أخت فداء تفضلي إلى جانبي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا أهلا مرحبا أخت فداء. عرفينا بنفسك. فداء عواد العاني. نعم. دبلوم حاسبات. أهلا. هوايتي الهاند ميد أعمال يدوية. يا سلام يا سلام. اهلا وسهلا اهلا وسهلا أوفيد العزيزه الغاليه. شنو انت عندك هوايه؟ عندك غناء؟ لا والله عندك تدريس المهنه مالتي. اي والله كلش بس تدريس. ايوه التدريس صار. أيوة. اذا اذا بتدريس راح نسالك اسئله لربما تدريسيه تجي وتجاوبين عليها. تحضروا ايد ورا الظهر ايد ورا الظهر وايد على الطاوله حتى نبتدي بالسؤال الثاني. نفس عميق تركيز وسرعة وسرعة بديهية، اوكي؟ يلا. السؤال الثاني يقول: اذكر مدرب كرة قدم عراقي دولي. نروح بالسؤال إلى أوفيد. أنت عرفتيه هسه السؤال؟ أي جاوبي. أحمد راضي. أحمد راضي. لاعب كرة قدم عراقي معروف ودولي. هل هو مدرب كرة قدم عراقي دولي؟ خلينا نشوف الاحتمال هذا موجود. على الاحتمالات أحمد راضي. أحمد راضي يا أحمد راضي أبو هيئة أبو هيئة الجميل. على أي حال ننتقل بالسؤال بما أنه أنت خسرتي الإجابة. خلينا نشوف أختنا فداء. أختنا فداء اذكر مدرب كرة قدم عراقي دولي. عمو بابا. خلينا نشوف هذا الاحتمال موجود. عمو بابا. عمو بابا عمو بابا عمو بابا هو منو ما يحب عمو بابا؟ الله يرحمك عمو بابا. طيب فضل الى مكانك ارجع لمكانك. صفقه 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 ارجع لمكانك حتى نبدي وياك السؤال. اه صفح. ايوه ايوه مو رياضي لازم. طيب هسه احنا راح نبدي نسال عزيزتنا وغاليتنا أسماء. أسماء سمعتي السؤال؟ أمي جاوبت جواب هائل ورائع في عمو بابا. أنت شو تقولين؟ اذكر مدرب كرة قدم عراقي دولي. حكيم شاكر. ها؟ حكيم شاكر. حكيم شاكر مدرب كرة قدم عراقي دولي. نشوف الاحتمال هذا موجود ضمن الاحتمالات. حكيم شاكر. برافو 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 عليك. ممتاز عايشين. هسه بدنا نشوف انس. هسه نشوف انس. عدنان حمد. عدنان حمد. عدنان حمد صديقي صديقي عدنان حمد. خلينا نشوف هذا الاحتمال. ها اكو احد ما يعرفه؟ طبعا عدنان حمد عائلة بابان. بدنا تشوفون النتائج ما شاء الله. بقى عندنا ثلاث احتمالات وننتقل لكم اذا ما يجاوبون. اما اذا جاوبوا وأنا متأكد يبدو الراويين اليوم شادين حزامهم. بابان بابان.